وصل صوتك. نحكيه على مسرحية برج لوسيف وأزمة تبدو أنها أزمة سياسية في الكويت. مرحبا شدلي وبيك عايز. شين الحكاية بالتحديد معناتها مشيتوا تعرضوا في الكويت؟ الحكاية عندها عامرة عندها ما فهمتش علاش تحير التوا وعاملة أزمة في يعني في البرلمان قبة البرلمان في الكويت والبرلمانيين 30 برلماني فهمتني برمائي فهمتني برلماني شو اي طالبوا بإقالة وزير الثقافة على مسرحية برج لوسيف وزير الإعلام لا؟ وزير الإعلام يعني أنا ما نعرفش نسمي يعني ويطالبوا بإقالة وزير الإعلام. خلي نعطيك ساعة مداخلة متاع أحد النواب على الأقل في الجزء اللي متعلق بك أنت. شوف هذه المسرحية برج الوصيف، هذه مسرحية عرضها المجلس الوطني بالكويت السنة هذه. المسرحية كلها تدور حول السرير وحوار حول السرير في المسرح. أنا أتمنى بس الواحد يدخل اليوتيوب يشوف شنو هالمسرحيات. خرب المسرح الكويتي بهالعروض اللي قاعد يجيبها من تونس ومن المغرب قدام عيالنا وبناتنا بشكل خليع وبفلوسنا. هلا وبفلوسنا وبفلوسنا وجدام عيالنا حلوة ذيك. المسرحية عرض وموجودة في اليوتيوب، هو ما شافش المسرحية يعني لا عرضها للنواب في أي احنا عادين لكم توا الصوت المقطع متاع المقاطع من المسرحية، لكن المسرحية موجودة على اليوتيوب والعرض الكويتي موجود على اليوتيوب وتفاعل الجمهور الكويتي أثناء العرض وبعد العرض موجود يعني مسجل. الأمور قد تكون أمور طبيعية عادية غير أنه وصولها للبرلمان وتعاطف البرلمانيين مع السيد اللي كان يتكلم والمقاطع اللي عداهم وفعلا هناك جدية إلى حد الآن. هو الوزير مازال ما وقعش إقالته، نهار الأربعاء يمكن باش يصير فما اجتماع معاه وباش يمشي للبرلمان، لكن الأمور تبدو أنها جدية وخذت مرحلة سياسية. أمور جدية. المسرحية عرضناها في جانفي 2016 14 جانفي يوم 13 فهمتني وموثقة في اليوتيوب يعني عرض الكويت. والمسرحية اختارتها يعني هيئة العربية للمسرح وفما لجنة من أهم المسرحيين العرب بتفرجوا في العرض المصور تصوير تري بروفيسيونيل في قاعة الفن الرابع وإنتاج المسرح الوطني. أي أما سنة سنة تعرضت يعني 13 جانفي، لكن فما أحد اسمه الرفاعي كان في الهيئة بتاع الثقافة. هاني جاي للرفاعي، أنا الرفاعي جاي في دوسي وحده أما أحكي لي تول هنا تشافت من خلال تعرف الخليج عندهم رقابة على العمل المسرحي تشاف ولا لا؟ شنو اللي تشاف؟ العمل المسرحي تشاف؟ لا ما تشافش الرقابة، فماش رقابة فما طلبوش ما لا نحن عرضنا مع الهيئة العربية للمسرح، هي اللي اختارت المسرحية وهي اللي حطتها في البرلمان والهيئة العربية بالمسرح وقتها دورتها في الكويت كل عام تعمل في الهيئة العربية اللي يشرف عليها حاكم الشارقة هي. واللي هو يجيز الأعمال هذه هي. هي. لكن فما لجنة تفرجت اختارت العروض وكانت من أهم العروض اللي موجودة في المهرجان مسرحيتي، هي ومسرحية نعمان حمدة كاولي كانت في المسابقة، هي ومسرحية توفيق جبالي، هي ومسرحية عنف، فهمتني برشا مسرحيات كانت موجودة في المهرجان. المستفز في كلام السيد اللي كنا نسمع فيه النائب اللي هو يشير ويلمح إلى أن كل الأعمال اللي تجيه من تونس والمغرب أنها أعمال تدخل في باب الدعارة الفنية. هذاك اللي غاضني أنا، يعني قاعد يجمع غاضني أنا اللي غاضني أنه بعد عرضنا في الكويت هبط يعني ارتيكل في مجلة القبس يحلل المسرحية تحليل حلو ياسر يعني ونقد كان مثمن يعني مش انه يمدح في المسرحية يعني يحكي في كل المواضيع بكل يعني وحكي على التوريث السياسي، يقول برج لوسيف تحكي على التوريث السياسي والمسرحية تعرفوا موضوعها وانت تفرجتوا فيها في تونس اللي هي تحكي على تونس الآن وهنا وزاد الواقع العربي والنزاع السياسي بين الفكر المنغلق والفكر المنفتح ما بين مشاكل أسرة وبابا قارون اللي يحتضر ومخلي إرث كبير ياسر وكذا. معناتها هنا المشاهد الجنسية ما عنديش مشاهد جنسية اللي قاله هو اللي فهمه هو على أساس مشاهد جنسية هي مجرد تعلة لإخفاء عمق البعد السياسي اللي موجود في المسرحية اللي هو مقلق ومستفز ومستفز وزاد المسرحية والتمطية لتصفيات سياسية علما وأنه راه الكويت من أكثر البلدان العربية ديمقراطية. ذاك اللي أنا أول مرة أزور الكويت لقيت المرأة تشتغل في لا حتى عندهم ديمقراطية لا نعطيك حاجة خلينا نحكيه على المرأة في الكويت. أنا كي دخلت المطار نلقى المرأة موجودة في زيها النظامي يعني وناس تخدم وناس تخدم في الجمارك وفما حرية فهمتني
وفرحت اللي وحتى في الاوتيل اللي سكنا فيه وحتى في اللي جران سيرفاس بتاعهم تخرج وتشرب القهوه وتحكي وتركب في النقل وتسوق بيه. السياره يعني هذيا اللي انا يعني نمشي البدر الرفيع. بدر الرفيع ما نعرفوش لكن دخلت شفت الباج نتاعه وهو في المجلس الوطني للثقافه والفنون سيد كتب ستاتيو ويظل يحب على وزاره بيل. من هو كتب ستاتيو عمناول معناتها عمناول ضد من سمح لهذه ولهذا بتقديم استعراض ستريبتيز الى من سمح لهذه ولهذا بتحويل خشبة المسرح الكويتي الى نادي للعراة، ضد من جاء بماله وخيله ورجله لرطخ مسرحنا، ضد من وجد في هذا في السذج والجهل الذين يتسلموا سدة مؤسساتنا الثقافية صيدا سهلا الى غير ذلك. معناتها لهنا فيما معناها انه فما تلتيخ للشرف العربي والمسرح التونسي اللي هو ريادي. المسرح التونسي ريادي في العالم العربي وحتى كي نخرجوا في عروض أجنبية راهو المسرح التونسي عنده قيمة كبيرة ياسر بالرغم اللي عندنا مشاكل متاعنا تنفضها. هو اللي بدأ الحملة هاوك بعد كي رجعت أنا نشوف في الوثائق وكذا هو اللي بدأ الحملة بالمقال هذية وهو عنده إشكال مع وزير الثقافة هذية من عش نسمي إشكال شخصي خاطر هو كان في الثقافة يظهر لي ونحاوه أزحوه وعملوا المسرحية متاعي ومسرحيات أخرين ماتية منهم عرض سريلانكي رقص قالوا هذا بتكلف 500,000 دولار ويرقصون وولد ستريبتيز ونفس الحكاية كانت نجم تدخل الباج بتاعه يعني هو عامل حملة سياسية مغرضة باش يضرب رؤوس باش يضرب رقاب فهمتني تخل بالمسرح والفن خاطر مجاله وهو يمثل الفكر المنغلق يعني في الثقافة الكويتية. كلام كمان هكا يأثر على عودة المسرحية من جديد للكويت لعرضها؟ أنا كان يقولوا لي ترجع تعرض المسرحية من جديد أعرضها كما هي نحن تجاوزنا مفهوم الرقابة عنا مصالحة مع الجسد عنا جمالية متطورة في المسرح فما الرقابة على روحي خصوصية مجتمع خليجي محافظ معناتها بالحق معناتها هكا كنوليو نعملوا في مسرحيه روسات يعني يعني نحضروها لكل بلاد ورتالها كما يقولوا فيها انا عرضت المسرحيه في الاردن اساله الحبر بتاع النقاد موجودين ديزارتيكل فهمتي حتى في جريده العرب يعني في لندن كتبت نقاد عرضتها في مصر كيف وعرضتها في الكويت لكن الكويت فما إشكالية سياسية أنا راها والأمر شورى بينهم ما هيش مجتمعية متحضر مجتمع أنا قابلت ناس كويتيين تفرجوا في العمل وتفاعلوا اللي هو عمل درامي راه ومأساوي ما هوش عمل قالت الوزير إلى حد اليوم معناتها حسب المواقع الخليجية وبين رسمي معناتها من الكويت انفى صحة استقالة وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان صباح سالم الحمود الصباح هذه هبطته وكالة الأنباء الكويتية نقلا عن وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الكويتي والأربعة الجاية باش يستدعاوا الوزير على طلب طرح الثقة وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب وباش يعملوا جلسة عادية نهار 14 فبراير في عيد الحب دونك في عيد الحب انا راه في عيد الحب انه الوزير ما يزموش يستقال وكان يستقيل وزير الثقافه يقال او يقال او يقال راه باش ترجع خطوات التالي بالمجتمع الكويتي وبالثقافه الكويتيه اللي عندنا معاها علاقه قويه ياسر وجسور تواصل كبيره ياسر وتاريخ يجمعنا ومنصف السويسي الله يرحمه كون غادي برشا مسرحيين وعلاقتنا حلوه ياسر مع الكويت يعني ترجع خطوات التالي وهما على التماس مع داعش والتماس مع يعني الحرب اللي موجوده ضد الفكر الظلامي كأنهم باش يحلوا فجوه ولا نافذه على الشيء هذا. ويمكن نرجع ونقول اكثر حاجه معناتها توجع هو التعميم نتاع السيد النائب هذايا اللي يعتبر تونس والمغرب من بؤر الدعاره في العالم العربي وهذا هو الحاجه هذا اللي غاضني انا ما غاضنيش المسرحيه نجموا يسخوا المسرحيه ببرك لانه قاعد يجمع ويعتبر اما يجمع المجتمع التونسي اللي هو بؤر الدعاره وعهر وكذا ودرا شنو الور لا هنا انا تتمس تونس كامله جست مول هنا من المفروض وعلى ذكر يعني انه شهر ممثلين وزاره الثقافه التونسيه
هل عملت بيان؟ هل عملت مراسلة؟ هل عملت حاجة؟ هل لأنه هنا حتى إلى حد الآن ما فهم حتى بيان لا من وزارة الثقافة لا من المسرح الوطني اللي هو المنتج للعمل هذا ولا من هيئة العربية للمسرح اللي دورة بتاعها جاية في تونس وفما ضرب للمسرح التونسي هنا راه من فئة مش المجتمع الكويتي أو المثقفين الكويتيين فما ناس مونا يعني متنورين قارين البرة والمجلس هو بحذيكم إماراتي معناتها يعني والمجلس يعني يقولوا نحن هيئة العربية للمسرح في 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 جام في جيبش الدورة بتاعها في تونس وتعرف قيمة المسرح التونسي وريادة المسرح التونسي أنا ننتظر يعني رد من وزارة الثقافة لشيء هذا خاطر يمس الثقافة مثل المسرح التونسي ما يمسنيش أنا يعني ورد رسمي زاد من تونس خاطر هو الراجل من المسرح الوطني زاد أنا نعرف اللي لاهين تو عندهم بريمير تو مسرحية جديدة فهمتني لصالح الفالح لكن نعرف اللي المسرح الوطني باش يعمل رد هام في تريث وفي برشا حاجة ان شاء الله وان شاء الله وعيب اذا كان المغرب ترد قبلنا وعيب انه المغرب ترد قبلنا خاطر نحن رياديين على الناس الكل واضح به بالنسبه لرمضان محسومه الامور عندك ولا ليه محسومه ان شاء الله عندي بوليس حاله عاديه الجزء الثالث بعد يكمل ماجي المسلسل نتاعو في مصر اللي هو توا ناجح وقاعد يتعدى في تلفزيونات خاصه في 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 مصر باش نبداو نصوروا ان شاء الله ابارتير من 30 مارس دخلتوا 30 مارس 15 حلقه والسيناريو مكتوب و وفما اوروبيا رمضان غدوه اي نعرف نخلطوا خاطر الكونسيبت متمكنين منه ان شاء الله ان شاء الله ثقه برشا راهي في النفس ثقه عاميه ولد دراميا المسلسلات لا ما جاني حتى توا اي يعني كما يقولوا فيها يقولوها اي عرض عرض اي لكن أنا تو منشغل في مسرحيتي الجديدة فريدوم هاوس مسرحية من نوع الجماعي عشكون فيها شكرا رميح عبد القادر بن سعيد صالح الناصراوي محمد حسين قريع يحيى الفادي وزوز دونصاري تخدم فيها بشكل مستقل أي مستقل قاعد نحضر فيها تو في جديد كملت النص وبش ندخل تو في البرايف تحضر صيف تحضر في الصيف إن شاء الله تحضر في الصيف تكون في مهرجان هام مهرجانات الصيف علاش رفضت دور في مسلسل الجماعة ما رفضتش دور اعتذرت على دور خايف مش خايف التزاماتي وفي تونس العائلية والمهنية وانه الدور يفتح لك راهو زاد كيف انك تدخل السوق المصريه مانيش متحضر له حتى نفسانيا مانيش متحضر انا مشيت المهرجان المسرح التجريبي بالقاهره نعرض في برج لوسيف فهمتني ولكن شريف البندري صديقي تعرفت عليه في وهران وخذ جائزه هامه في مسلسل في كورميتراج نتاعو الجائزه الاولى اقترح علي الدور لكن انا اعتذرت يعني بكل حب وبكل واحد وان شاء الله مره اخرى كي نبدا حاضر يعني ذهنيا برشا قالوا خفت لانه باش احكي على سيد قطب وباش احكي على التشعب الديني خدمت الشخصيات هذه في تونس لا في طبق المشاكل خدمنا في مصر اقوى و لا والله ما حسبتهاش هكاك انا راني مغامر وندخل لكن مانيش حاضر ذهنيا وحتى تمثيليا اني ولهجه المصريه وعندي التزاماتي في تونس قراوك شويه لهجه مصريه قرت لي يا كوسليت يا ما طلعت تعب فيها شكرا لك شكرا لك وتحيه كبيره قبل كل شيء لكل فريق برج لوسيف لانه على ذكر برج لوسيف راه شكرا رميح وعبد القادر بن سعيد باش يقدموا قضي هي البرج هاي خاطر هبط لهم تصورهم في الواحد وشهر بهم النص اللي كنت تقرا فيه فهمتني يهلكم باش يقدموا قضي فهمتني في الفري شوب بتاع المطار شكرا لك شادي العرفاوي شكرا لكل الفريق